بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثالثة هناخد فيها تكملة على المحاضرة رقم 2 اللي هي الفوركاستنج، هناخد الجزء الثاني منها. بس عشان في ناس طبعا دخلت متأخر وكده سجلت، فاحنا هنرجع مراجعة سريعة على الطرق اللي هي في الإيه في المحاضرة اللي فاتت. احنا عندنا هنا في الفوركاستنج اللي هو التنبؤ بالطلب للشركة. فاحنا قلنا ان انت بتتنبأ للبيريود نيكست بيريود، انت بتبقى عندك هيستوريكال داتا، مثلا داتا بتاعت سنة او بتاعت سنتين او 3 سنين، وانت عايز تتنبأ للبيريود الجديدة. لو انت مثلا في يناير فانت عايز تتنبأ لفبراير، لايه لشهر فبراير، او انت في سنة او انت عندك 10 سنين وعايز تتنبأ للسنة ال11، يعني انت بتتنبأ للنكست بيريود. فالنكست بيريود ديت بيتنبأ بيها النايف ابروتش، ودي كلها بنسميها تايم سيريز، تايم سيريز موديل. ليه؟ لان هي ماشية مع التايم، يعني بتاخد الهيستوري بتتنبأ للمستقبل، المستقبل بتبقى وان بيريود. بالنسبة للابروتشز اللي هي قدامنا ديت اللي هي نايف ابروتش، الموفينج افريج ابروتش بنوعي، الويتد موفينج والموفينج العادي، وعندي الاكسبوننشال سموزنج اي ابروتش. في برضو نوعين، غطينا واحد المحاضره اللي فاتت، وهنغطي بقى ايه نكمل على الثاني المحاضره دي. وعندي الاسوشيتيف موديل اللي هي الموديل اللي هي فيها الموديل اللي هي الموديل اللي فيها ترند وعلاقه سببيه، يعني بنتكلم بنسمي الترند بروجكشن واللينير اير ريجريشن. برضه هنغطيهم الان، هنغطي منهم تو موديل المحاضره دي. نبص على التطبيق بتاعت الابروتش دي على السريع، لان احنا خدناها المحاضره اللي فاتت وبرضه الناس ايه اكيد ايه سمعت. النايف ابروتش فهو قال لي ان الديماند بتاع النكست بيريود هيساوي الاكشوال سيل بتاعت اللاست ايه اللاست بيريود. وهنا اسيوم الديماند ان نكست بيريود از ذا سيم از ديماند ان موست ريسنت ايه ريسنت بيريود. الموفينج افريج بيقول ان الديماند بتاع النكست بيريود يساوي سميشن ان من البيريود قبل الايه قبل البيريود دي. بتختار ان من البيريود ممكن تكون 2 او 3 او 4 حسب المساله ما بتقول لك، او ان انت حسب انت لو انت شغال في شركه وحبيت تعمل او عندك بيزنس وحبيت تعمل النقطه دي، فانت بتجرب ان بواحد تبقى نايف، تجرب ان باتنين، تجرب 3، تجرب 4، وتشوف احسن حاجه تديك اكيورسي ايه وبتختارها وبتشتغل عليها. طبعا الجزء دوت احنا متسجل هناك في المحاضره في الـ طبعا الموفينج افريج كانت بتاخد الويت بتاعت كل البريفيوس بيريد كله زي بعض. فهنا الويت عالجت النقطه دي، قالت ما ينفعش ان لما بتاخد ان من البيريود عشان تبريدكت البيريود الجديده تاخد ان قبلها على طول، فما ينفعش انهم ياخدوا نفس الويت. المفروض الموست ريسنت تاخد اعلى ويت. فالويتد موفينج افريج قال الكلام ده، قال ان احنا هناخد الريسنت بيريود تبقى اعلى ويت، ونقلل الويت كل ما ايه ما نروح في الايه في الهيستوري في الماضي اكتر. فدوت بيساوي الويتد موفينج افريج اللي هي بتاعت اللي انت هتعمل عليه فوركاست اللي انت عايزه، هتعمل سميشن للويتد ان بيريود على سميشن الويت. النقطة دي برضو عالجناها في المحاضرة اللي فاتت وخدنا عليها ايه اكزامبل، واعتقد هي جات لكم في الشيت، برضو جات لكم في الشيت بايه باكزامبل. وهنا زي في الحالة ديت المسألة ديت عندي ويت 3 و2 و1، قال لك اللاست مانث هياخد 3، التو مانث اجو ياخد 2، الثري مانث اجو ياخد 1. الارقام ديت دي كلها انت اللي بتصممها، عايز تاخد مثلا الريسنت 7 واللي قبليه بشهرين يبقى 3 وشهر 1 يبقى 1. اهم حاجه مجموعهم، هتجيب مجموعهم لما تقسم عليهم يبقى انت جبت الويت ويت لكل حاجه.
اوكي، فالنقطة ديت هي الايه ال بس هو دي النقطة دي احنا قلنا عليها برضو ازاي اشتغلت. exponential weight exponential smoothing، الطريقة ديت قال احنا مش محتاجين داتا كتير ولا حاجة، احنا محتاجين فقط الاكشوال والفوركاست بتاعة الايه البريفيوس بيريود بس او اللاست بيريود، عايزين الاكشوال والايه والفوركاست. فالاتنين دول لما يبقوا عندك جيفن في المسألة فانت تقدر ايه تمشي وتتواصل. فقال ان الـ FT الفوركاست بتاع الـ period T بيساوي الـ last forecast بتاع الـ period اللي قبليها زائد alpha اللي هي الـ constant بتاع الـ smoothing مضروب في الـ ايه في الفرق ما بين الـ actual sale ناقص الـ forecast بتاع الـ ايه بتاع الشهر نفس الـ period دي. فدوت هيعمل تعديل للـ ايه للـ forecast بتاعك لو حصل فيه deviation بالنسبة للـ period اللي قبل كده. فال F of T اللي هو النيو فوركاست ده الـ previous forecast ده الـ smoothing أو الـ waiting constant اللي بتشتغل عليه الـ exponential smoothing إيه model، فده بتشتغل عليه النقطة دي. وده حلينا برضو موجود في المحاضرة الكلام دوت وتفاصيل. هنا طبعا لما تيجي تقيس الـ accuracy بتاعت المودلز بتاعتك يبقى لازم يكون عندي measure عشان أقيس فيه. فهو قال لي هنا احنا هنستخدم المين ابسوليوت ديفيجن بيساوي سميشن الابسوليوت ايرور على عدد الايه عدد الفترات. والناس كلها ما شاء الله يعني الناس اللي بعتت حلول ما شاء الله حل كويس والدنيا شغاله كويس. يبقى دوت المين ابسوليوت ديفيجن. وهنا او المين سكويرد ايرور، هنا طبعا شال الابسوليوت بيشيل العلامه عشري علامه النيجاتيف عشان ما يبقاش بوزيتيف ونيجاتيف. فانت هنا عشان كده سموها المين عشان هو قسم على عدده، وابسليوت عشان جاب الايرور البوزيتيف بس خلى كله بوزيتيف. طبعا عشان يخلي كله بوزيتيف عندك حاله الابسليوت او حاله السكوير ايرور، فالحاله الثانيه دي برضه هتشيل الايرور عشان تقيس ما بين ايه تكنيك وتكنيك اهن افضل. فاللي يدي ديفيجن اقل يبقى هو افضل. والطريقة أو الميجر التالت اللي هو المين أبسوليوت بيرسنت إيرور بتنسب للأكشوال، فأنت بتجيب نسبة الإيرور للأكشوال عشان تبقى إيه أوقع، ما تجمعش الإيرور بقى بس ده أنا بنسبه كمان للأكشوال. فدوت إيه برضو دوت يعني يعتبر من الحاجات الكويسة جدا المقياس دوت. فدي وبرضه بجيب المين بتاعهم بجمعهم. كل ده طبعا لازم يكون عندك اعمده بتشتغل عليها عشان ايه عشان هنا طبعا هو هنا عامل هنا بالنسبه للمساله طبعا هنا الابسوليوت ايرور. طبعا لو انت هنا هو جايب الابسوليوت لان عندك لو طرحت دوت ناقص دوت دوت ناقص ده ناقص ده بوزيتيف ده ناقص ده يديك نيجاتيف، فالمفروض ان دي نيجاتيف. فطبعا هو جايب الابسوليوت فده الابسوليوت ايرور، ودوت الابسوليوت ايرور بتاع الفا عند نص ودي الفا عند واحد من عشره بالنسبه للسموزنج ايه اكسبوننشال سموزنج. وهو بيقيس هل عند الفا واحد من عشره افضل ولا الفا عند نص افضل. فبدا يجيب الميجر بتاع الام اي دي يعني البرفور ديفيجن ميجر اللي بنقيس بيه مقدار الديفيجن. فهو قاس هنا الـ MAD وقاس الـ MSE وقاس الـ MABE جاب التلاتة. يعتبر طبعا المينيمم أي ميجر كلهم طبعا هيدوا نفس إن عند ألفا بواحد من عشرة أفضل من عند ألفا عند نص. طبعا ديت يعني إيه حسب الكيس، يعني الكيس دي فقط هي بتاعه دي يعني الميجر دي للكيس دي، انما لو الارقام اتغيرت ممكن ايه الدنيا تتغير خالص. ده كان نهايه المحاضره اللي فاتت وهنكمل ان شاء الله الايه المحاضره دي. عندي الافريج الويتد افريج او الموفينج افريج او النايف ابروتش او السموز او السموز اكسبوننشال سموز. الأربعة تكنيك دولت ما فيهمش ترند، الداتا عندك ما فيهاش ترند صاعد، الحاجات اللي فاتت كلها ما فيهاش ترند صاعد أو ترند هابط، ما
ما عنديش ترند، الداتا كلها بتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع بس ما فيهاش ترند، تمام؟ فعندي هنا، طب لو انا عندي الداتا فيها ترند بقى، يعني هي في راندوم، في تغير في السيلز او في الديماند، بس في كمان ترند موجود، ترند موجود في الداتا عندي. فانا عندي ايه، فالمفروض ان انا بعرف ازاي الكلام دوت. المفروض ان انا برسم للداتا اللي عندي، الهيستوريكال داتا اللي عندي، برسم لها السكاتر دايجرام، ومن شكل السكاتر دايجرام بعرف ان انا عندي فيه ترند ولا مفيش ترند. فبناء عليه بقرر اني باخد اكسبوننشال سموزنج ويز ترند ادجستمنت، او باخد اكسبوننشال سموزنج بس لو ما لقيتش فيه ترند فيجوال من الداتا الايه، من السكاتر دايجرام، تمام. وطبعا في ناس منكم بتقول لي ان احنا ما بنعرفش نشتغل على الاكسل او حاجات زي كده. طبعا الاكسل دوت ما فيش مهندس ما مش متعلم اكسل. فوبعدين ده انت ممكن تاخد خلال 4 ساعات تعرف تشتغل في الاكسل ده، وتبقى بروفيشنال في اكسل، مش محتاج حاجه. فيفضل ان انتوا، انا بقول لكم اعملوا مثلا بالاكسل لما تبقى عارف تعمل مانيوال. لو انت فاهم مانيوال فانت ما تغلبش نفسك وتكتب اعمل اكسل، انما لو ما انتش فاهم مانيوال لا حل مانيوال، حل مانيوال وعشان تجرب ايديك وايديك تعرف تمشي في الحال. فانا عندي هنا ايه، عندي الـ لو انا عندي بقى السكاتر دايجرام اللي انا رسمته ووضح لي ان في ترند، فانا لازم استخدم حاجه من اللي فيها ترند اللي بتعالج الترند. فانا عندي الاكسبوننشال سموزنج والترند ادجستمنت، قال ان الفوركاست بتاع النيكست بيريود تي، الفوركاست انكلودنج ترند اف اي تي، الديماند اللي انا عايز اعمله فوركاستنج للبيريود تي هتساوي الاكسبوننشال سموز فوركاست اف اوف تي اللي انت كنت بتعملها، هتساوي الاف اف اوف تي بلس التي اوف تي الاكسبوننشال سموز للترند. هعمل اكسبوننشال سموز للفوركاست وللترند. يبقى انا عشان احسب دي لازم ابقى عارف دي وعارف دي. طب اجيب دي ازاي واجيب دي ازاي؟ هيقول لي هنا ازاي هنجيبهم الاثنين. بيقول لي ان الاف اوف تي هتساوي الاكشوال بتاع اللاست بيريود. اكيد ان انا بعمل فوركاست للنكست بيريود، اكيد اللاست بيريود خلصت وانا عارفها، فالاكشوال بتاع اللاست بيريود هبقى عارفه. والفا في الايه، في الاكشوال بلس 1 ماينس الفا، طبعا الفا ده جيفن اللي هو السموزنج ايه كونست، بيساوي الفوركاست اللي انت كنت عامله للبريفز او اللاست بيريود، ده كان ده هيبقى معروف برضه، زائد الترند بتاع الايه، بتاع اللاست بيريود. يبقى الكلام المفروض ان دوت هيبقى معروف، وده هيبقى معروف، وده هيبقى معروف بتاع اللاست بيريود ده جيفن، وعندك الالفا جيفن، اقدر اجيب الاف اوف تي. طيب عشان اجيب الاف اوف تي انا عايز، عشان اجيب الاف اوف اف اي تي اللي هي الفوركاست انكلودنج ترند، بيقول لك تجيب الاف اوف تي زائد التي اوف تي. طب ازاي اجيب التي اوف تي اللي هو الترند ادجستد ترند؟ فبقول لي بيساوي البيتا، وده برضو كونستنت اسمه زي كونستنت هيبقى جيفن، هيساوي الاف اوف تي اللي انت حسبتها دلوقتي حالا ناقص الفوركاست القديم، ناقص الفوركاست اللي انت كنت عامله قديم ده، يبقى ده معروف وده انا لسه حاسبه، هيديني ديفيجن هضربه في ايه، في البيتا، زائد واحد ناقص البيتا في التي، وده القديم اللي انا كنت عارفه قبل كده، الترند الايه، الترند القديم. من هنا لما اعمل الايكويشن دي هجيب التي اوف تي، وعملت الايكويشن ديت اف اوف تي، الاثنين دولت هجيب الاف اي تي اوف ايه للبريود النكست بيريود. يبقى انا الثلاثه ستيب دولت بايه، بيدوني اكسبوننشال الابروتش بتاع الاكسبوننشال سموثنج وسترند ادجستمنت. عندي مساله اهو، مثال اهوت بيقول لي ايه، بيقول لي a large Portland manufacturer want to forecast demand for a piece of pollution control equipment. هو عنده بيصنع البوليوشن كنترول ايكويبمنت دهوت، وعايز يعمل فوركاست ايه ليه. A review of past sales as shown below indicate that an increasing trend is present. طبعا الكلام دهوت انديكيت دهوت انت مش هتعرفه، مش هتلمحه بعينك. لو انت راسم سكاتر دايجرام هتلمحه كويس خالص ان في ترند فعلا، تمام. فهو بيقول لي هنا في المساله ايه، يبقى الداتا بتاعتي عندي 10 شهور، داتا بتاعت 10 شهور،
ومديني الاكشوال اللي حصل اكشوال في العشر شهور، يبقى هو المفروض عايز يعمل بريدكت او فوركاست للشهر العاشر ده. هو مديني ايه 9 شهور، الداتا بتاعت 9 شهور، هو عايز يعمل بريدكشن للشهر العاشر، المفروض هو متوقع هو هيبيع كام. فهو بيقول لي هنا في المسألة، بيقول لي smoothing constant R assigned the value of alpha 0.2 and beta 0.4. يبقى الاثنين دولت given اهو في المسألة. The firm طبعا انت بالنسبة لك انت احيانا لو انت صاحب قرار في شركة ولا حاجة، فانت اللي بتصمم الالفا بتصمم البيتا وتعمل محاولات لحد ما تجيب احسن طريق لاحسن قيمة الالفا واحسن قيمة البيتا تديك احسن فوركاست بناء على الديفيجن اللي احنا اتكلمنا عليه والاكيرسي. The firm assumes that the firm assumes that initial forecast for month one if one was 11. ما انا هشتغل exponential smoothing، فلازم ابقى عارف اول شهر كانوا عاملين له فوركاستنج بكام اللي هو اوف اوف تي ماينس 1 اللي احنا قلنا عليه. فطبعا لو انت عايز تعمل فوركاست للشهر اف 2 فانت هتعوز اف 1، فاف 1 بيقول لك اهو، بيقول لك اف 1 خد بالك بتاع شهر 1 بيساوي 11. تمام، هتقول لي انا عايز حاجه كمان اللي هي ايه and the trend over the period تي 1، هتقول لي انا عايز تي 1 كمان عشان الايكويشن بتاعتي was 2 يونت، يبقى كمان اداك الترند. يبقى هنا الشهر الاولاني كان الاكشوال، كنت انت عامل فوركاست ب 11 وكنت عامل ترند ب 2، يبقى انت كنت عامل الفوركاست بتاع شهر 1 ده كان ب 13 الحقيقي اللي هو اف اي تي كان ب 13. طبعا ايه المفروض ان انا هبني بناء على كده، هجيب الاف اي تي بتاع شهر 2 بتاع 3 بتاع 4 بتاع 5 لحد ما اوصل للشهر العاشر، اجيب الفوركاست هنا وايه ويبقى خلاص مش عارف الاكشوال غير لما شهر 10 يخلص، بقى شهر يبدا ويخلص يبقى اعرف الايه الاكشوال بتاعه. تمام، طبعا هو بيقول اترين الابروتش اللي هتستخدمه اترند ادجاستد اكسبوننشال سموزنج موديل، طبعا باستخدام المعادلات اللي احنا اتكلمنا عليها ايه واستخدام الثلاث خطوات اللي اتكلمنا عليهم في السلايد اللي فات. شوف مع بعض كده، هو دوت المعلومات اللي عندك الاكشوال اهوت اللي هو اللي حصل في التسع شهور، وهنا السموزد فوركاست بتاع شهر واحد اللي قال لي عليه اف اوف 1 اف اف تي ودي تي، يبقى اف اوف 1 11 التي 1 2 اللي هو قال لي عليه، اذا الاف اي تي ده بيساوي كام؟ 1 هيساوي 13. عشان اعمل فوركاست لشهر 2 هحتاج الاف اوف 2، هحتاج الاف اوف 1، وهحتاج الـ T of 1. نبص مع بعض كده المعادلة. فركاست شوف بصوا كده معايا أهو، عايزين أجيب F of T of 2 هساوي أنا محتاج الأكشوال بتاع 1، الأكشوال بتاع 1 معايا هو 12، ومحتاج الـ F of 1 11، ومحتاج الـ T of 1 يبقى 2. طبعا الحتة ديت F of 1 زائد T of 1 الاتنين دولت مجموعهم اللي هو 13 اللي هو ده، يبقى الاثنين دولت الاف اوف اي اللي هي 13، الاثنين دول اللي هو الفوركاست بتاع الايه واحد الحقيقي اللي انت عملت اشتغلت عليه. من هنا الاف طبعا لما احسب الحسابات ديت هيطلع لي الاف في 2 بتساوي 12.8. هنحافظ على العلامه العشريه بغض النظر عن ان احنا شغالين ديسكريت او كونتينوس، هنحافظ عليها علامه عشريه او علامتين عشريتين بعد العلامه فقط، يعني ما نكترش في العلامات العشريه. يبقى انا عندي دوت 12 ايه؟ عايزين نحسب الترند. الترند هستخدم الترند، قال لي ان البيتا طبعا انا بستخدم كانت المعادله تي اوف تي، انت عايز بقى تي اوف 2 اللي هو الماس بتاع شهر 2، يبقى عايز النقطه دي بكام؟ يبقى تي اوف تي هيساوي طبعا هو مستخدم في المساله البيتا ب 4 من 10، يبقى انت فرق الفوركاستد خد بالك هنا فرق الايه؟ فرق الـ F of T يبقى ده D ناقص D، شايفين؟ يبقى D 2 ناقص A ناقص 1، عشان تبقى إيه؟ تبقى لو أنت اشتغلت سيستماتيك بدون ما تفكر في المعادلة، يبقى ديت أول حاجة بيتا الفرق ما بين الـ A الصف الثاني والصف الأولاني، لو أنت بتتكلم على الصف الثاني، وعايز
واحد ناقص بيتا في تي 1، تي 1 ايه جيفن عندك ايه. من هنا هعمل المعادله ديت، هيديني تي اوف تي اف 2 1.92 يونت. من هنا هكتبها واجيب الاف اف ايه اوف اي تي هتساوي 14.72. يبقى احنا جبنا الايه الفوركاست بتاع الشهر، بتاع الشهر الثاني. بنفس الطريق، بنفس الطريق عشان تجيب الثالث نجيب الاف اوف 3 نفس اللي فات، هتبتدي تمشي تمشي وهكذا. هتلاحظ دوت هو الفوركاست اللي انت ايه اللي انت عملته بناء على الاكسبوننشال سموزنج والترند ادجستمنت، وبناء على الفا ب 2 من 10 وبيتا ب 4 من 10. يعني ديت لان لو الفا طيرت والبيتا طيرت الارقام دي كلها ايه هتتغير. وطبعا انت تقدر تعمل الفا وبيتا من اول الفا تاخد من 1 من 10 لحد 9 من 10، وبيتا تاخد من 1 من 10 لحد 9 من 10. يبقى انت عندك كام كومبينيشن بينهم بقى؟ سيب بقى عندك كام كومبينيشن بينهم او كام ابروتش حي ممكن اطبقه؟ حد يعرف؟ معايا حد يعرف ولا محدش يعرف؟ مفيش ولا واحد. الفا بواحد من عشرة لحد تسعة من عشرة، وبيتا بواحد من عشرة لحد تسعة من عشرة. يبقى الفا لها كام ليفل؟ لها 9 ليفل. وبيتا لها كام ليفل؟ 9 ليفل. يبقى 9 × 9 = 81. يبقى انت عندك 81 نتيجة زي كده، طريق فوركاست 81 طريق. كل 81 دولت ممكن تعمل لهم الديفيجن بتاعهم الـ MAD وتشوف أحسن ألفا وأحسن بيتا، أحسن كومبينيشن بينهم يدوك نتيجة كويسة وأقل إيه وأقل ديفيجن. دوت الرسمة بتاعتنا بتاعة ده الأكشوال ديماند، ودوت الإيه الفوركاست انكلودنج إيه ترند باستخدام الإكسبونشال سموث. كده الطريقة بتاعت الاكسبوننت كده خلصت، هي الطريقة خلصت وانطلب منك بقى تستخدم ايه؟ تجيب الديفيجن ام اي دي الام اي بي اي اللي هو الايه المين ابسوليوت بيرسنت ايرور، تجيب الايرور بناء عليه. الترند بروجيكشن فيتنج ترند لاين تو هيستوريكال داتا بوينت تو بروجيكت انتو ذا ميديم تو لونج كارير. Linear trend can be found using the least square technique. أكيد أنتوا خدتوا الـ least square technique. هنعرف هو هنا بيقول أنتوا شغالين time series وإن إن إحنا عايزين medium to long range. medium يعني فهو أنت هنا ممكن باستخدام إن أنا عندي equation أو trend فقط، فممكن ايه اجيب البارامتر بتاع اللينير ايكويشن دهيت الاي والبي باستخدام الليست سكوير ميثود وايه وابتدى اعمل فوركاست ل لبيريود او تو بيريود في الفيوتشر او ثلاثه او اربعه في الفيوتشر. بس طبعا ما بتقدرش تبعد قوي لان كل ما تبعد الديفيشن هيزيد، لان الداتا مش هتدعمك، الهيستوريكال داتا مش هتدعمك للفيوتشر البعيد، هتدعمك للفيوتشر القريب. فهنا عندي المعادله دي معادله لينير، الواي هات اللي هي الفوركاست ديماند، الواي هات الكمبيوتد فاليو اوف ذا فاريبل تو بي بريدكتد اللي هو الفوركاستد، وده طبعا اندبندنت فاريبل. عندي الاي اللي هو الواي اكسس انترسبت اللي هو الجزء المقطوع في الواي اكسس الاي، والبي السلوب اوف ذا ريجريشن لاين ده بنسميها الريجريشن لاين، ودوت الميل بتاعه البي، وده الاكس الاندبندنت فاريبل اللي هو معاه في الحاله بتاعتنا اللي هو التايم في الحاله بتاعتنا احنا. من عندي هنا عشان اجيب الاي والبي دوت الترند بتاعي ترند لاين، وديت الاكشوال اوبزرفيشن لما ارسم السكاتر دايجرام بتاعي على الاكسل او ارسمه مانيوال دوت الديماند بتاعي ودوت التايم بيريود على الاكس اكسس، وده السكاتر دايجرام اللي هي النجوم دي اللي هي الاكشوال اوبزرفيشن او الاكشوال سيلز في الفتره السابقه، ده اللي هي الستارز دي. انت عايز بقى ترسم خط، الخط ده هو يكون الديفيجن ما بين الاكشوال والفوركاستد
هنا النقطة دي الاكشوال ده الفوركاست بتاعها، دي النقطة دي الاكشوال دي الفوركاست بتاعها، النقطة دي الاكشوال دي الفوركاست، عندي نفس وحدة التايم. لو انت طلعت رأسي كده بالتايم يبقى دي النقطة الفوركاست اللي هي على الخط ودي الاكشوال، لو انت طلعت كده فيرتيكال تايم يبقى دي الاكشوال ودي الفوركاست. فطبعا في الحالة اللي زي ديت يبقى انت الاكشوال طلع اقل من الفوركاست، في الحالة اللي زي ديت الاكشوال طلع اعلى من الفوركاست. من هنا انت عايز الترند بتاعك او الايكويشن بتاعتك تعمل مينيمم ديفيجن في الحالتين. فاحنا بنطلع الواي هات بتساوي ايه بلس بي اكس. نشوف المفروض ازاي هنطلع الاي ونطلع البي بدون دخول في الايكويشن والمعادلات بتاعت النقطة ديت، المفروض ان تكونوا واخدينها في رياضة. فانا عندي هنا المعادلة بتاعتي اللي انا هستخدمها في الفوركاستنج دهيت، المفروض انا عايز احسب البارامتر بتاعتها البي والاي، فالبي هتساوي الداتا اللي عندك الاكس في الواي، الاكس في الواي عندي الداتا الهيستوريكال داتا بتاعتي، او هعمل عمود للاكس في الواي واعمل له سمشن، وهعمل سمشن للاكس بس واجيب الافريج بتاعه الاكس بار، وافريج للواي بس واجيب الواي بار، والكلام ده هو واجيب واعمل عمود كمان للاكس سكوير واعمل سمشن بتاعه، واجيب من الاكس سكوير كمان لا واجيب الاكس بار سكوير، الاكس بار سكوير مش الاكس سكوير بار، لا الاكس بار سكوير يعني سكوير القيمه دي اكس بار دي. ودي عدد الاوبزرفيشنز اللي عندي او عدد البيريودز اللي عندي اللي انا شغال عليه. من هنا هيبقى الاي بتساوي الباي بار ناقص البي في الاكس بار. يبقى انا جبت البي الاول وبعدين جبت الاي، المعادله اتعرفت، اقدر اعمل فوركاست لاي قيمه في المستقبل اي قيمه معايا. الناس معايا ولا مش معايا؟ كام واحد معايا كده؟ ناس تتكلم. معاك يا دكتور. حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. طب في حاجه صعبه كل الدنيا مفهومه؟ ما حدش رد، الدنيا مفهومه. طيب بصوا يا شباب، نبص كده، يبقى احنا هنا ايه؟ قال لي عايزين بقى، هو بيقول لك خد بالك، هو بيقول لك في السؤال احنا عايزين نستخدم كذا. الليست سكوير اكزام او اللي هي ترند بروجيكشن اكزام. The demand for electric power at any Y Edison over the period to 2003-2009 في الفترة ده هي كان استهلاك الكهرباء is shown as the following table in megawatt. The firm wants to forecast، عايزين بقى نعمل forecasting 2010، هو ده الطلب على الكهرباء وعايزين نعمل forecast 2010 عشان بقى يمكنكم هتعملوا توسعات او يعملوا حسابهم في الايه كده، يعني هل الطلب هيزيد ولا لا بناء على الداتا اللي عندهم دي. By fitting a straight line trend، انت عايز تعمل fitting اللي هي regression line او الفيتنج line اللي احنا بنتكلم عليه to this approach with a series of data over time. طبعا ده series من التايم، السنوات متعاقبه ورا بعضها، فبيديك الكونسومشن خلال السنوات، فده تايم سيريز. We can minimize the computation by transforming the value of x time to simpler number. In this case we can design it to 2003 as year 1. عايز احول 20 سنة 2003 لواحد و2004 لاثنين، يعني دول بدل ما اشتغل على دي اكس، ده الاكس المتغير اكس في التايم. طب انا اقول هنا السنه هي 1 2 3 4 5 6 7، الكلام ده انتوا خدتوه في الرياضه وهو ما بيفرقش خالص. ليه؟ لان دوت في هنا سيستماتيك في باترن وانت حافظت على الباترن دوت 1 2 3 4، اهم حاجه محافظه على الباترن وانت ماشي. فدوت لو انت اشتغلت بالسنوات نفسها هو هيكبر لك الكمبيوتيشن والارقام بس هيديك نفس النتائج، مفيش تغيير في النتائج. فهنا هو بيقول هنا ان انا هستخدم 1 2 3 بدل ما استخدم 2003 او 2004 والحاجات ديت، وبعد كده ارجع نفس السنه، ارجع السنه لسنتها بقى. لو انا قلت عايز اعمل مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى انت عايز تعمل بريدكشن ل 8
بعد ما تجيب الرقم تقول 2010 هتساوي كذا. النقطه الايه؟ النقطه اللي معانا نشوف كده مع بعض. فهنا الحاله دي عندي الداتا هي سوري انا طبعا هو شغال 2003 وانتوا معاكم ده. انا صلحتها في دي ثانيه عشان ما يحصلش ايه، ما يحصلش كونفليكت. صلحتها في الايه في الثانيه دي. ماشي. فهو هنا ايه 2003 لحد 2009 حط الداتا بتاعته. طبعا ممكن نستخدم ده الاكس اكسس اللي هو التايم سير، وهنا وده الواي اكسس اللي هو الديمان. ففي الحاله دي ممكن تسميها ده الديمان، ده الدي وده التي، مش لازم الاكس واكس واي. ده يعني ده عايز تعبر عنها ان دي كابيتال دي او اي دي او اي بي دي، يعني اوكي يعني دوت. المهم ده الديبندنت فاريبل، ودوت تايم بيريد ممكن اسميها تي مش لازم اكس. فانا عندي هنا ايه عامل حته عشان التسهيل، فبدا ديبند دلوقتي انا عايز اكس وعايز واي وعايز اكس سكوير وعايز اكس في واي عشان اجيب ايه اللي هو السلوب بي، لان هو محتاج مني حاجه. من هنا لما اعمل سمشن لديت هجيب سمشن الاكس 28 واجيب اقسمهم على عددهم 28 على 7 هيبقى الاكس بار بار 4. كذلك سمشن الواي او سمشن الديمان الدي هيساوي الرقم دوت، اما اجيبه اقسمه على عددهم يديني الايه الواي بار. كذلك سمشن اكس سكوير وسمشن اكس في ايه في 4. لما نجيب نعوض في المعادله بتاعت بي هيديني قيمه البي ب 10.54 والاي هيساوي 56.7. هنا يبقى انا كده عرفت المعادله بتاعتي اللي اقدر ايه ان انا اعمل بريدكشن لاي قيمه للفضل 8 او 9 او 10 او 11 او 12. بس انت ما حدش بيعمل بريدكشن لبعيد قوي، لان البريدكشن لما يبعد يبقى الديفيجن بتاعه يزيد. ليه؟ لان ما بيبقاش فيه داتا كافيه تسنده. فانت دايما بتعمل بريدكشن لسنه واثنين، وكذلك انت مش انت اصلا محتاج السنه اللي جايه، انت مالك مال السنه اللي بعدها، فانت مش هتشتغل. انما ممكن يكون للايه لقرار قدام ورؤيه مستقبليه انك تاخد قرار فيها التوسعه او حاجه زي كده. من هنا طلعنا المعادله بتاعتي اللي انا هعمل بها بريدكشن لاي سنه قدام. طبعا احنا عايزين السنه الثامنه بتاعتي. من هنا لو انتوا لاحظتوا اهوت، يبقى لو انا رجعت بقى ارسم على ده الباور ديماند، مش هكتب واي بقى، هكتب باور ديماند. ومش هكتب هنا 1 2، هكتب حاجه اللي القارئ يفهمها اللي هي ايه. ارجع بقى يعني الحسابات بتاعتي ديت في الايه الحسابات، انما لما اجي اعمل برزنتيشن ارجع لكل حاجه لطبيعتها. يبقى هنا من 2000 انا كان عندي داتا لحد 2009، عشان كده الداتا ده الاكشوال بتاعي في الفتره من 2003 لايه ل 2009. من هنا لما اجي اعمل بريدكشن ل 2010 هطبق في المعادله، اكتب دي 10 وهضرب فيها هتطلع لي القيمه دي. لو بريدكشن ل 11 هيديني القيمه دي، طبعا لان دوت لينير فهيديني ماشي ايه عدل على طول. من هنا دوت احنا متوقعين ان احنا نبيع كهرباء او الكهرباء نبيع كهرباء بالكميه ديت في الفتره اللي ايه في السنه اللي جايه، او ينطلب منين الكهرباء دي. من هنا يبقى انت المفروض يكون عندك حاجه تولد كميات الكهرباء دي. الحقيقي مش هيحصل وهيحصل ديفيجن، لان نادرا ما الفوركاست يتحقق. انما ما دام انت متابع طرق علميه فانت هتبقى المينيمم ايرور، الاكشوال هيبقى اقل ايرور انت ايه انت هتحققه، والفوركاست هيبقى قريب جدا من الحقيقه. تمام لحد كده الطريقه ديت خلصت خلاص، الطريقه كده خلصت وانتهت، وانت عملت بريدكشن للايه للسنه ديت والموضوع كده انتهى خلاص. ممكن بقى ايه اقيم الطريقه ديت مع الاكسبوننشال سموزك وسترن. الطريقه ديت ان انا بعمل بريدكت ل 2010، هل الاكسبوننشال سموزنج لو عملت كده مع وسترن من 2010 هل هتديني كده؟ هل مين اللي حقق اقل ديفيجن في اقل ايرور؟ فطبعا اللي حقق اقل ايرور يبقى ايه بقى؟ بقول لي طب انت لو عندك
انت لو عندك ايه سيزونال فاريشن هتعمل ايه في السيزونال فاريشن ده؟ فبقول لي هنا ايه شوف احنا هنعمل ايه عشان نعالج السيزونال فاريشن. طبعا بيبقى عندك الداتا وانت بتبقى فاهم انت هتعمل ايه على طول، مجرد ما بتشوف البيانات تشتغل على طول وان انت عندك سيزونال فاريشن. Find the average historical demand for each season. طبعا seasonal variation معناه ان انت عندك season. يعني ايه عندي seasons؟ يعني انت عندك مثلا لو عندك بيانات مثلا سنتين، فانت ممكن تكون عندك بيانات الشهور او يكون عندك بيانات seasons اللي هو الصيف والشتاء والخريف والربيع، يكون عندك كل ربع سنة عندك بيانات ديت للايه للسنتين او الثلاث سنين، فانت عندك سيزونز. فالسيزونز ديت بيبان الجراف بتاعها ان انت عندك في بيك وفي نزول وفي صعود وفي نزول، فانت ماشي مع السيزون. السيزون دي ممكن تكون اشهر، ممكن تكون كل نص سنه، ممكن تكون كل ربع سنه، حسب ايه السيزون. فهو بيقول لي لو انت عندك هيستوريكال داتا فايند الافريج لكل ايه فور ايتش سيزون. وبقول لي كمان كومبيوت الجراند افريج لكل سيزون، الجراند افريج اللي الافريج العام. يبقى انت اجمع كل الداتا اللي عندك واقسم على كل عدد السيزونز اللي عندك عشان تجيب افريج عام. انما الافريج بتاع كل سيزون ده يبقى انت عندك سيزون لاكثر من قرايه وانت بتجيب الافريج بتاعه. طبعا الكلام ده هيبان مع المساله. وبعدين قال لي بناء على الاثنين دول هتحسب حاجه اسمها سيزونال اندكس لكل سيزون. شوف الاندكس. وبعد كده هتبقى انت عندك استيميت النكست يير التوتال ديماند. عندك التوتال ديماند بناء على اي ابروتش، برضه هقول لكم ازاي في الحته دي، او ان هو ممكن يكون جيفن في المساله وتشتغل عليه. وبعدين ديفايد ذيس استيميت اللي هو الاستيميت دهوت اوف توتال ديماند باي ذا نمبر اوف سيزون ذن مالتبلاي ات باي ذا سيزونال اندكس فور ذا سيزون. واحسب الحته دي. الكلام ده هو ازاي تعمله وتبقى انت عارفه حسابات بدون ما تبقى تفكر في الخطوات. فهو بيقول لي ايه انت عندك الداتا دي، ده الهيستوريكال داتا اللي عندك، العمودين دول انا حاسبهم، العمودين ده انا حاسبهم، انت عندك الداتا دي. فبقول لي انت عندك بيانات ثلاث سنين، يبقى انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل فوركاست للسنه الرابعه. فانا عندي 2003 و2004 و2005 ده كله ده اكشوال ديماند، ده حصل بالفعل. فبقول لي ايه؟ بقول لي في الخطوات احسب لي الافريج ديماند بتاع كل سيزون. يبقى جينيوري هنا الافريج بتاعه هيبقى 80 زائد 85 زائد 105 على 3، لان انا عندي بيانات 3 سيزون 3 بس 3 سنين بس، يبقى هيديني 90. كذلك فبراير 70 زائد 85 زائد 85 هيديني 80، وهكذا بتجيب الافرج للسيزون ده. طبعا السيزون هو هنا عامل 12 سيزون في السنه بناء على الاشهر، الاستهلاك حسب الاشهر. فمن هنا حسب لي الافرج بتاع كل سيزون زي ما انتم شايفين، وريليتد للسيزون اهو، كل واحد ريليتد للسيزون بتاعه. قال لي احسب لي بقى الجراند افرج او الافرج العام، هجمع كل الناس دي كلها واقسمها على كام؟ على 36، على 36 شهر. يبقى انا لو انت بتشغل على اكسل، طبعا الكلام ده سهل جدا في الاكسل، الافرج هنا افرج هنا شد سهل، بس لازم تبقى تعرف تعمله مانيوال بالك، عشان الاكسل ممكن يموتك وما يخليكش تعرف تشتغل، تبقى بطيء حتى في المانيوال. لا انت لازم تبقى يعني بروفيشنال مانيوال، وبتروح بقى تسهل اللي انت فاهم. فانا عندي في الاكسل اقدر اجيب السميشن هنا في الحته دي، واجيب السميشن هنا، واجيب السميشن هنا، واجيب التوتال، واجيب الايه الافرج العام بالنسبه لي، او في اجيب السميشن كل دولت واجيب الافرج، والافرج ديت هو نفسه الافرج في كل حته منهم. من هنا عشان اجيب السيزونال اندكس هجيب الرقم دوت على ده، اجيب الاندكس بتاعه. يبقى انا هنا بناء على الايه اجيب الايه الاندكس بتاعه كده معايا. بقول لك السيزون الاندكس هيساوي اللي هو 90 اللي هو الافرج بتاع السيزون على الجراند افرج او الافرج العام، على هيديني القيمه الاندكس اللي انت هتشتغل عليه. يبقى احنا زي ما انت شايف كده جبنا الاندكسز بتاع كل الايه بتاع كل الاشهر. شايفين تلاحظوا بقى هنا ان يعني في اشهر منخفضه
تمام، منخفضة أقل من الواحد، وفي أشهر أكتر من الواحد، في أشهر أقل من واحد. هتلاحظ إن زي أنت شغال بقى إيه، زي شغال ساين ويف، بتطلع وهتبقى تنزل، وبعدين هتطلع تاني في كل شهر. طبعا دوت العام بناء على بيانات 3 سنين. لو انت عندك 4 سنين هتعمل ايه، سيزو افريج ل4 سنين. عندك 5 سنين نفس الكلام، بس انت بتكبر الايه الضغط. فمن هنا جبنا الايه، جبنا الاندكس. شوف كده مع بعض الايه، الفوركاست فور 2006 اكسبكتد انوال ديمان الالف وايه 1200. هو بيقول هنا ممكن تكون دي جيفن او ما تكونش جيفن عندك، او انت في الشركه انت اللي هتقولها، مش يعني انت متوقع السنه الجايه كام. فهو بيقول لي هنا ان الفوركاست بتاع 2006 1000 وايه 1200 1200 كاكسبكت. ده معنى كده ان انا لو جبت التوتال بتاع 2003 والتوتال بتاع 2004 والتوتال بتاع 2005 المفروض هيبقى الراوند ال 2200 1200 الراوند ال 1200. يبقى انا ممكن اجيب باستخدام الموفينج افريج او الافريج العادي سمشن الافريج بتاع الثلاثه دولت بتاع التوتال، هجيب الاكسبكتد بتاع الايه بتاع السنه دي، او ان انت تجيب ويتد افريج، يعني السنه الاخيره دي تاخد اكتر ويت اللي هي السمشن بتاعها، ودي اقل ويت وتقل حسب ما تجيب برضو ايه الاكسبكتد بتاع السنه دي. يبقى النقطة ديت هنا في المسألة ديت هي جيفن، ولكن انت ممكن تجيب على مستوى السنة بنفس التكنيك اللي احنا استخدمناها ونجيب الاكسبكتد هنا ونبني عليها الشغل. واخدين بالكم؟ يعني لو انا اديتك الداتا ديت اهي، قلت لك عيش حياتك بقى يا دوبك الثلاث سنين كده، قلت لك عيش حياتك وطلع لي الفوركاست بتاع السيزون، فانت كل واحد فيكم اكسبكت القيمة ديت بابروتش معين بطريقته زي ما هو شايف. يعني ما فيش حل اوبتيمال هنا، ده اكسبكتد، ده حاجه فوركاستد، فانت بتتوقع، بس كل توقعاتكم هتكون الراوند الحقيقه، مش هتبعد قوي. ليه؟ لان انت كلكم عندكم نفس التكنيكس اللي هتستخدموا بيه. فده انت استخدمت ويتد افريج، هو واحد تاني استخدم الايه الافريج العادي، فبقى في ايه فرق بينكم وبين بعض، فرق قليل. واخدين بالكم؟ ففي النهايه القيمة دي كمان ممكن، فانت من كل واحد هيحل بقى، وكلكم هتبقوا صح، كلكم ما فيش مشاكل، انما ما فيش حاجة بالظبط، لان ده كله فوركاست وبناء على خبرتك ورؤيتك وانت شايف ايه وهكذا. يبقى النقطة دي اتقال عشان اجيب بقى القيمة بتاعت هنا بقى، في عمود بقى هنا، خدوا بالكم في عمود ما اتكتبش هنا بقى، اللي هو الفوركاست بتاع فوركاست بتاع 2006. يعني طبعا ده ديمان 2003 2000، لا هتكتب هنا بقى كلمه فوركاست وتكتب تحتها 2006، وتكتب هنا اول شهر 96 96، ثاني شهر 85، وهكذا دواليك بقى تاني ماشي بنفس الفكره، هتكمل الايه الشهور. تقدر من هنا تقدر من هنا ايه، يبقى انا عندي الفوركاست وعندي الايه وعندي الحالة اللي زي ده هي بالنسبة للحالة ده هي، لو الحالة اللي زي دي لو انت عندك بيانات كتير فانت ممكن تشتغل ايه، لو انا عندي بيانات كتير مثلا استخدم بدل الافريج بتاع 3 سنين، فانت ممكن استخدم افريج بتاع سنتين فقط. فلو استخدمت افريج بتاع سنتين فهيديني الفوركاست بتاع 2005، هيديني افريج 2005 اللي هي 2005 بقت حقيقي فعلا، بس انا بعمل فوركاست ليه عشان اجيب ايه، عشان اجيب ايرور واشوف ايه جوده الايه جوده الطريقه عامله ازاي. عامه يعني ما ايه ما مش اشكال النقطه ديت، وخلينا بس لحد هنا مش فشش كتير اكتر من دوت. الواقع اللي احنا شايفينه دوت الاكشوال بتاع السنه 2003 و2004 و2005 والفوركاست بتاع 2006 اللي هو اللون الايه الاصفر اللي انتم شايفينه. زي ما انتم لاحظين كده ماشي نفس الباترن ونفس كل حاجه، مع وجود زياده طفيفه بسبب ان كان ان مع السنوات 2003 كانت اقل حاجه، 2004 زايده شويه، 2005 زايده شويه، فطبيعي ان 2006 تاخد نفس الايه نفس الاتجاه بتاع الزياده، ادى الايه ادى الفوركاست اللي انتم شايفينه.
ده مثال تطبيقي على النقطة اللي احنا فاتت ده، هي سان دييجو هسبيتال wants to improve its forecasting by applying both trend and seasonal indices to 66 months of data it has collected. هي مجمعة بيانات، عندها بيانات من 66 شهر، وعايزة تعمل في ايه؟ تحسن الفوركاست بتاعها باستخدام انها تحط ترند مع السيزون، تحط السيزونال انديسيزز، يعني تحط ان السيزونال اندكس، وانا عايز ايه؟ الترند ما بيديش حته السيزونال، الترند بيديك ترند تصاعد، انما حته السيزونال لازم اضرب في الاندكس عشان يظبط لي القيمه على طول. فهو بيقول ان احنا كان عندنا ترند وكنا احنا عاملين فوركاست ل 66. It will then forecast patient days. يبقى الـ Y هي عبارة عن الـ patient days، عدد الأيام اللي بيقضوها في الـ A في المستشفى بالنسبة لـ A في الـ A. عدد الأيام اللي قضت في الـ A بالنسبة للشهر معين. عدد طبعاً patient day يعني patient غاب يوم. عندي كم patient غابوا كم يوم؟ كم patient غاب وهكذا بقى. Over the coming year. طبعاً هو عايز يعمل السنة كده. طبعاً 66 ديت معناها كم سنة يا شباب؟ يعني 5 سنين ونص. طبعاً 60 شهر يديكوا 5 سنين، وست شهور يبقى 5 سنين ونص. فأنت عندك داتا بتاعت 5 سنين ونص. هنا بقول إيه؟ A trend line is created. هو عمل لك موضوع trend line اللي إحنا المفروض هنجيب بيه الـ A والـ B ونجيب الترند. هو عمل، والداتا كانت عنده وعمل لك هو الترند. The monthly seasonal indices are computed. كمان حسب الايه؟ حسب لك من الداتا الهيستوريكال داتا الانديسيز كمان زي احنا ما عملناها في المثال اللي فات دوت. Finally, a multiplicative seasonal model is used to forecast المانث ما بين كام بقى؟ 67 to 78. يبقى انت عندك الفترة ديت عايز يعمل لها ايه؟ يعمل لها فوركاست. طبعا باستخدام ال 66 months of adult inpatient hospital days the following equation was computed. الايكويشن دي اللي كانت طالعه من الداتا بتاعه ال 66 زي الايكويشن اللي احنا طلعناها بالظبط. شوفوا كان انت طلعت الايكويشن، حسبت البي وحسبت الاي وطلعت الايكويشن بتاعه البيشنت دي. تمام. وهنا التايم ان مانس، الاكس دي بتعبر عن الشهر. فمن هنا المعدل الـ patient days، فبقول هنا based on this model اللي هو الموديل قدامك دي which reflect only trend day. يدوبك لأن طبعا المعادلة linear هي trend فقط. The hospital forecast patient days for the next month اللي هو الشهر اللي بعد. طبعا عوض ب 67 ضرب في السلوب جمع الانترسيب اداك ايه؟ 9530 patient day في الشهر الايه؟ الشهر رقم 67. محتاجين الايام ديت لايه بالنسبه للنسبه؟ بس الكلام ده ترند فقط. هل انت عملت حساب السيزون بتاع الشهر ده؟ الشهر ده ليه اندكس، هل انت حسبت هو في اهل سيزون الشهر ده؟ المفروض ان اضربه في الاندكس بتاعه. فهو ده هو بيقول لي الكلام ده، بيقول لي هنا، بيقول لي هو الترند. لو انا استخدمت بقى الترند بس ده هيقول لي ان من اول 67 لو استخدمت المعادله ده هي لحد 78 هيديني الترند ده. دي عدد الايه؟ البيشنت ديز اللي هتطلب خلال الايه؟ الاشهر دهيت من السنه دي. المفروض الداتا اللي عندي اكون حاسب منها السيزونال انديسيز. فهو قال لي هي احنا عاملين لك الانديسيز كلها هو بتاعه ال 66 من هنا. جينيوري 1.04 0.97 0.02 وهكذا لكل الايه؟ لكل الاشهر. المفروض هاخد بقى الاندكس دوت اضربه بقى فين؟ في ال، لو انت بصيت على الرسمه بتاعت السيزون اندكسز دولت فقط هتلاحظ، شوفوا السيزون عامل ازاي؟ المفروض عامل بالشكل ده. المفروض كل قيمه، لو انا عندي قيمه اعمل لها ايه؟ ماجنيفيكيشن بالقيمه ب 4%. عندي قيمة هنا أعمل لها إيه؟ مينيمايزيش، أقللها بقى، أقللها بـ 97 بـ 3%، أقللها 3% وهكذا. فالمفروض إن أنا هضرب بقى الإندكس دوت في كل قيمة من المعادلات، ضربت كل قيمة
في الرسمتين اللي فاتوا ضربت كل قيمة والكورسبوندنج ليها، هيطلع لي بقى الايه السيزونال فوركاست زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، كله تمام كده شباب؟ تمام يا دكتور. ماشي يا شباب. طبعا هو بقى اللي هو عمله ايه، هو نشوف بقى مثال كمان اهوت. management at the Davis department store has used the time series regression. time series يعني الـ x-axis هيبقى time، هيبقى t time to forecast retail sales for the next four quarters. يبقى هو كده بيستخدم كل 3 شهور مع بعض كسيزون. sales estimates are طبعا مديك تقديرات المبيعات عندك 100,000، 120,000، 140,000، 160,000 for the respective quarter. هو هنا عمل ايه فوركاست للمبيعات بتاعته للايه للاربعه سيزون اللي هم الايه الجايين. sales indices for the four quarters have been found to be 1.3.0.9 0.7 1.1. يبقى دوت الانديسيز اللي هو ايه. طبعا المساله دي مساله خفيفه جدا، وهو حسب لك كل حاجه وعمل لك كل حاجه، يعني ايه كل الكمبيوتيشن انت المفروض كنت هتعملها زي المثال الاولاني هو عملها لك بقى وايه وخلص لك كل حاجه. فهو بس just for like to compute a seasonalized or adjusted sales forecast we just multiply each season index by the appropriate trend forecast. يبقى ده الترند اللي هو قايل عليه، يبقى حضرتك كل واحدة في الاندكس زي ما انتم شايفين في المعادلة بتاعتي. تمام، كل ايه دي النتائج مباشرة تطبيق بدون طبعا اللي قبل كده فيها تفاصيل اكتر، واللي يعني التفاصيل وازاي الدنيا ماشية في داخل المعادلة دي اخف. الاسوشيتد فوركاستنج هنا الاسوشيتد فوركاستنج اللي هي الحاجات السببيه في الفوركاست، احيانا بيبقى مش لازم التايم بقى، يكون حاجات بتاثر على المبيعات، حاجات بتاثر على الفوركاست بس مش تايم سيريز. التايم ماليش علاقه يعني فيها، زي مثلا الضرايب، الحاله السياسيه، الجو، المطر، الحاجات الايه درجه الحراره، يعني حاجات ممكن تاثر على الايه المبيعات بغض النظر عن الايه عن الاطلاق. دي بنسميها الاسوشيت. نفس المعادله بتاعه الترند بروجكشن بالظبط، احنا مش هنستخدم اللينير فقط اللي هي بتاعه الترند بروجكشن نفسها، كل حاجه هي هنستخدم اللينير فقط. ان انت لما يكون عندك اندبندنت فاريبل باثر في الديماند بس مش تايم سير، نفس كل حاجه هو في التطبيق وفي كل حاجة نفس كل حاجة، بس ما هوش طيب. بصوا هنا يعني عشان النقطة ديت يعني مش عارف أضبطها لكم إزاي. مش اشكال، مش هركز لكم عليها النقطه دي خالص. يعني ايه يبقى انت خلاص اللي هي تايم بروجكشن ترند بروجكشن والاسيشيت فوركاستنج هي زيها، ومش هاخد مع حته الستاندرد ايرور ديت ولا اي حاجه. الستاندرد ايرور في ذا استيميت مش هنركز عليها ديت، مش هنركز عليها ديت، خدوا بالكم عشان تبقى ايه. طب ولا اشرحها لكم، ايه رايكم؟ هي حاجه جميله شباب. الناس ترفع ايديها كده، في عندك ايد بتترفع، ايه رايكم؟ ارفعوا ايدك كده، عايز اشوف ايادي الناس. يعني ارفع ايدي اشرحها ولا ارفع ايدي ما اشرحهاش؟
حد من اللي رفع ايده ارفع ايده اشرحها صح؟ هشرحها وممكن من يعني عادي يعني من ايه من ما نجيبهاش في امتحان ولا حاجه. اوكي فكده انت عندكم خبره بيه. تمام. بصوا كده يا شباب، يعني طبعا انت كمهندس حته البروبابيليتي والاحصاء والحاجات دي يعني هو هنا بقول ايه، بقول ان الاسوشيتد فوركاست علاقه في الايه في الـ في الـ في في متغير هنا وبيديك الديماند. فهو بيقول لي ان 7 و6 الاريا بيرول اللي هي الفلوس والمرتبات وقيمه الفلوس اللي الناس بتاخدها بتعتمد على المبيعات. طبيعي يعني الدخل بيعتمد على المبيعات، بس بقول لك ان الدخل ده هو ممكن ياخد اكتر من قيمه، يعني الدخل الواحد ممكن يطلع فوق ممكن ينزل تحت في نفس القيمه الايه الدخل ده. بيقول لي هنا ايه، بيقول لي اننا هنا ان نديكم الداتا بالراحه الاول عشان هنا بقول لي دي السكاتر دايجرام بتاع الداتا. فبقول لي هنا ده السيلز بالمليون، دي الشركه ده بتبيع بالمليون، 2 مليون 3 مليون 2.5 مليون 2 مليون وهكذا. بقول لو اللوكال بيرول لو هو كان بالبليون كان نضخ فلوس المرتبات في اللوكال اريا اللي هي في المنطقه، لو كان بليون او 3 بليون او 4 بليون حسب المنطقه اللي هو ايه الناس اللي فيها بتاخد مرتبات قد ايه، او حسب المحافظه مثلا فلوس اللي بياخدوها قد ايه. فبقول لو كانوا بياخدوا مليار لو بياخدوا مليار فتقريبا المبيعات بتبقى في المنطقه دي، وعندي حالتين عندي منطقتين بياخدوا مليار، ولو هو بياخد 2 مليار فالمبيعات برضو تقريبا ما بتغيرش قوي، لو 3 بيزيد شويه، لو 4 ممكن برضو يعني ايه في فاريشن في البتاع. طبعا ده مش تايم سيريز ليه؟ لان ما فيش علاقه بقى ما فيش علاقه زايده ولا حاجه، ده مش غير التايم سيريز، ده متغير بيأثر على الايه على الـ على الـ على السيلز على الديماند. فهنا النقطه ديت نفس المعادله، عايز اجيب المعادله اللينير بتاعتي نفس الايكويشن اللي فاتت بطلع الايه المعادله بتاعتي دي المعادله. فبقول هنا ان انا ممكن عندي 6 بليونز بايه المفروض ان الايه ان انا هبيع الكميه دي، المفروض هبيع الكميه دي في 6 ايه. طبعا هو ايه طبق في المعادلة وطلع الايه وطلع قيمة المبيعات 3,250,000 دولار، قيمة المبيعات السيلز اللي هتحصل في النقطة دي. ده هو الطريق. هو بيقول لي خد بالك ان في حاجة اسمها ستاندرد ايرور اوف ذا استيميت. يعني ايه ستاندرد ايرور؟ بيقول لي ان انت دوت فوركاست اللي انت عامله دوت فوركاست يعني مش هو الحقيقة اللي هيحصل، ممكن يحصل بس مش لازم، بس يعني ايه موست لايكلي هيحصل. انما في الواقع ان ممكن يحصل فوقه يحصل ديفيجن يحصل الحقيقي يحصل فوقه بشويه او يحصل فوق او تحته بشويه، بس هيحصل فوقه هنا دوت 50% probability. لو انتوا عارفين الكيرف بتاع الايه النورمال ديستريبيوشن النقطه دي عند 50% probability. طبعا لما تطلع فوق شويه يبقى انت عندك ايه زي 30% probability باعلى من كده، أو 30% probability تبقى أقل من كده وهكذا. عندك كام؟ زيرو probability تبقى هنا، زيرو probability يعني في زيرو probability تاخد القيمة دي، عند 6 مليون عمرك ما هتوصل هنا، عمر صفر، احتمال صفر، ما توصلش عمرك لل 4 مليون دولار مبيعات عمرك، إنما أنت هتوصل لهنا باحتمال صغير، توصل هنا باحتمال، توصل هنا باحتمال، هنا باحتمال، هنا باحتمال، هنا عمرك ما هتنزل عن الرقم ده، عمرك ما دام 6 مليون فلوس عمرك ما تنزل هنا لان صفر بروبل. فده بيوريك المنطقه اللي المبيعات هتبقى فيها والاحتماليات ايه قد ايه. فعشان كده نحسب الستاندرد ايرور اللي دايما بتشوفوها حاجه كده، بتشوفوا شرطه وعلامه تحت وعلامه فوق كده، يبقى الشرطه كده وكده وكده. انترفال بتبقى عامله زي انترفال راسيه اللي هي بنسموها الستاندرد ايرور. والناس لو رسمت حاجه على الاكسل هو بيديها لك اوتوماتيك في الاكسل الستاندرد ايرور. لو انت عملت كليك يمين على الرسمه وقلت له انا عايز احط الستاندرد هيطلعه لك ويعمل.
الستاندر ايرور بيتعامل ازاي؟ قال له هوت الستاندر ايرور عباره عن جذر الواي الاكشوال، الواي اللي هو الاتش داتا بوينت الاكشوال، والواي سي اللي هي الكمبيوتد فاليو اوف ديبندنت فاريبل بناء على الريجريشن ايكويشن اللي هي بتاعت الفوركاست ايكويشن المعادله دي. يبقى دي الواي هات او الواي كمبيوتد اللي انت حسبها المعادله، ودي الحقيقيه بتاعتك الحقيقي، فانت بتطرحهم من بعض وتجيب التربيع عشان لو في سالب ولا حاجه تضيع، وتعمل سمشن ليهم وتقسم على عدد البيريود ناقص 2. دايما الايرور بتاعك هيبقى فوق او تحت القيمه دي، يبقى الاس دي هتبقى بلس او ماينس القيمه ديت فوق او تحت، بتترسم ويتحط على الايه. طبعا عشان الحته ديت المفروض يعني انا عامل هنا سمشن، معنى كده ان انت بتحسب بقى الفوركاست وتطرحه وتعمل سمشن، العمود ده سمشن وتربعه طبعا، وتجيب سمشن وتقسم على ان على 2 وتجيب الجذر وتجيب القيمه دي. القيمه دي هتبقى قيمه ثابته وتحطها في الايه، في على اللاين بتاعك ويترسم الحته دي. بتترسم الستاندر ايرور ده بيترسم في شغل كتير بقى، اي حاجه فيها فاريشن بيترسم فيها الستاندر. دي طريقه تانية للحساب بالستاندر ايرور، سيان عملت دي او ديت المعادلتين من بعض، نفس المعادلتين من بعض، لان هو فك اليو الفك ده هي بالمعادله الاصليه اللي احنا حاسبين دي الواي سي، فكها وحط المعادله الايه، المعادله اللي انت شايفينها. أي كان ده الستاندر ايرور عن القيمة اللي انت عملت عليها فوركاست. انت عملت فوركاست بس الفوركاست دوت ليه ستاندر ايرور هيتحسب، وهو هنا في المعادلة دوت في ديت لو بقى يحسب عند قالك الستاندر ايرور بتاعي هيبقى تقريبا ب 306,000 دولار في السنة ستاندر ايرور، يعني أي قيمة ده هيطلع لك بالمليون، بالمليون دولار هيبقى بلس أو ماينس 306 في اي نقطه على اللاين ده ولا على الفوركاست اللي انت عملته ده. ودي بالكم دوت يبقى دي نقطه، النقطه اللي فاتت ديت يعني كده غطينا حته يعني فكره الستاندر ايرور والفهم بتاعه، ان انا بعمل فوركاست وان ده حقيقي، فانا بقول له خد بالك ده الفوركاست بتاعه اهو، خد بالك ده وبس، خد بالك في بلس او ماينس، لو انتوا بتاخدوا بقى في التولرنس في الحاجات دي، الفوركاست بتاعي دي بلس او ماينس الايه ال 306 دي، عشان يبقى ايه، يبقى هو واخد باله انه مش هيحصل الديفيجن بتاعه. الكورليشن هو اعتقد انتوا خدتوا برضه الكورليشن في الرياضه، وهي طبعا بسم ان احنا بنتكلم على ترند وداتا وبنعمل فوركاست وبعمل الترند. طب هل الايكويشن بتاعتي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ طب بتحقق بنسبه قد ايه؟ فبيحسبوا حاجه اسمها الكورليشن كوفيشن. correlation coefficient دي المعادله بتاعته، طبعا ببساطه مش مطلوبه منكم ولا انا هطلبها، بس دي بتحسب هل انت perfect correlated، يعني بالظبط الخط بتاعك perfect للاكشوال داتا ولا لا، ولا هو الار ما بين 0 و1 يبقى اقل، يبقى positive correlation بس مش perfect. positive يعني انت يعني الترند بتاعك directly proportional، بس لو هو اقل من الواحد مثلا 6-8 من 10 يبقى في داتا، في ديفيشن في الداتا برضه، بس هو كويس كويس، هو دايركتلي بروبورشن. انما لو هو 2 من 10 الكيرف ده هيميل بقى، هيميل تقريبا هيبقى بالشكل كده، يعني شكل كده يعني اني اقرب لان هو يبقى هورزونتال، اللي هو قريب من الصفر، اقرب لان يكون هورزونتال. الحاله دي اللي قرب الصفر نو كورليشن، لان الداتا ما انتش عارف تعمل لها ترند خالص، ما فيش ترند، نو كورليشن. الحاله ديت اللي هي البرفكت نيجاتيف، وعندك برضو النيجاتيف اللي هي النيجاتيف بس اللي هي هتبقى اقل من ناقص واحد وايه واكثر من ناقص. ديت فكره الكورليشن ايه؟ الحته دي ملغيه، ريجريشن مالتيبل ريجريشن يعني اكثر من المعادله ديت، لا خلاص ملغيه ملغيه. النقطه ديت اخر نقطه في المحاضره وهي مهمة خالص، وبرضو شغل إدارة، ده إدارة بقى وهندسة حقيقية. هل أنت بعد ما اخترت الأبروتش اللي هتعمل بيه فوركاستي وخلاص ومشيت بيه، هل أنت تمشي بيه فور ايفر؟ خلاص يعني أنت عملته مرة واحدة وتمشي بقى وأنت مغمض ما تعرفش الدنيا ماشية بيه، ولا أنت المفروض يكون في عندك تراكنج سيجنال؟ طبعا تراكنج سيجنال دي بتاع شغلتكم بقى ديت، يعني
حاجة بقى تدي سيجنال في الارم، في مشكلة خد بالك وهكذا. يبقى انت عندك هنا measures how well the forecast is predicting actual value، يعني مقدار جودة الفوركاست بتاعك بالنسبة للاكشوال ايفنت. بقول عشان تعمل التراكنج سيجنال دوت محتاج حاجة اسمها ratio of running sum of forecast error RSFE، running sum of forecast error. الـ running sum of forecast error لما اقسمها على mean absolute deviation الـ MAD ده يديك ريشيو. الريشيو ديت هي اللي هتبقى عامل باتري. الـ good tracking signal has low value. لما تبقى الريشيو ديت قليلة، طبعا احنا هنتكلم برضو على مثال وازاي الدنيا ماشية، وانت بقى تعمل وانت بتحل تظبط دماغك وتثبت معلوماتك عشان تبقى يعني ايه تحل المسألة في no time. The good tracking signal has low value. If forecasts are continually high or low، لو هو دايما عالي أو منخفض اللي هي الريشيو دي. لو الفرق دايما إذا forecast has a bias، هيديك error دايما، والريشيو دي هيحصل إيه؟ هتعلى بقى. نشوفوا إيه الـ equation بتاعتي. قال التراكنج سيجنال بيساوي الريشيو RSFE على الـ MAD. هقول لكم ازاي بيتحسب دلوقتي بمثال بحيث تبقى الدنيا واضحة. Tracking signal cumulative error. Cumulative error خد بالك، هو هنا بيقول cumulative error وليس cumulative of the absolute error. هو الـ error طبعا الـ error معناه في بلس في positive ونيجاتيف. فلما اعمل cumulative لـ error في بوزيتيف ونيجاتيف معناه ان هو هيكنسل بعض. تمام، طبيعي لما هو كنسل بعضه يبقى انا لما لو السميشن ده قريب من الصفر معنى ان انا كده كده شغال مظبوط، ان دايما الفوركاست بتاعي احيانا يبقى تحت الاكشوال واحيانا فوق الاكشوال، احيانا تحت الاكشوال واحيانا فوق الاكشوال. انما لو حصل بايز بقى، بايز ايرور بقى ازاي؟ ان دايما انا تحت الاكشوال او ان انا دايما فوق الفوركاست دايما فوق الاكشن، فهيديك دايما ايرور ايه الكوموليتيف، هيبتدي الايرور هيبتدي يتراكم. وما دام الايرور بدا يتراكم يبقى كده التراكنج سيجنال حتى ياخد منحنى الاعلى ياخد منحنى الاسفل، وبتاعت يعمل لك الار وبتاعت تسمع معاه. المعادله هي الايرور اللي هو الاكشوال ديماند ان بيريود اي ناقص الفوركاست demand in December. وهعمل لها submission. نفس الكلام هحسب الـ MAD لنفس الفترة اللي انت شغال عليها submission، اللي انت عملت لها submission دي بجيب الـ MAD لنفس الفترة. ومن هنا طبعا الـ MAD بيقول له هو بيساوي submission لنفس الفترة الـ absolute ده بقى الـ cumulative بتاع الـ absolute على الـ. نشوف كده على المثال وهيتضح المقال ان شاء الله. ده المفروض ان ديت بقى ان شاء الله المفروض دي انتوا بتعملوها، بتاخد الداتا والداتا تروح عندك وتترسم على شاشه وتبان معاك الشاشه ايه دايما اللي هو التراكنج سيجنال دي تترسم على شاشه قدامك، يبقى واضح الدنيا واضحه قدامك، بصش الارقام ولا اي حاجه. فانت عندك هنا لو انتوا بصينا على التراكنج هنا كان العالي معنى وبعد كده نزل وبعد كده علا وبعد كده نزل تراكنج كده معنى كل ما طول ما انا بعلى وبنزل حوالين الزيرو يبقى انا كده الدنيا بيس، لان انا كده دلوقتي ويزن كنترول ويزن اكسبتابل رينج كده ما بين. طبعا هو طبعا الكنترول ليميت دوت المفروض يبقى جيفن بقى معروف كام عند اللور كنترول ليميت والابر كنترول ليميت. من هنا ما دام انا وزن الاكسبتبل رينج وبطلع وبنزل، يعني انا مش دايما ايه مش في ناحيه واحده، يعني انا لو بطلع وفي ناحيه واحده يبقى انا عندي مشكله برضه، انما بطلع وبصعد وبنزل في حوالين الزيرو يبقى انت كده كل شيء مكسب. بدا هنا يحصل حاجه، الدنيا اتغيرت. الصيف دخل واحنا بنبيع ايس كريم والصيف بدأ يدخل، فبدأ مبيعات الايس كريم تزيد، فبدأ يحصل ايه ان التراكنج بتقول خد بالك ان الفوركاست بتاعك بايظ،
فبدأ ايه بدأ يديك ايه. فمعنى كده معناه ايه؟ معناه ان انت تروح تعمل ابديت للفوركاست ابروتش بتاعك عشان ترجع الايه تراكنج سيجنال اللي وراها تاني. لو انت كنت شغال بالفا 2 من 10 لا روح ظبط الالفا تاني. لو شغال بالفا وبيتا روح ظبط الالفا وبيتا بتاعتك تاني بحيث ان السيجنال تخش في التراك تاني وهكذا. نبص مع بعض على مثال مع بعض. الداتا اللي هتبقى معطاه ليك بيقول لي عندك هنا كارلسون باكري wants to evaluate. عندك مخبز المخبز want to evaluate performance of its كروسانت فوركاست اللي هو نوع من بقى حاجة بقى في الايه في البرودكت ده فوركاست. develop an tracking signal to the forecast and see if it stays within acceptable limit which we define as plus or minus 4 MAD. يبقى انت دلوقتي ال acceptable limit بتاعك 4 بلس 4 او ناقص 4 MAD اللي انت هتحسبها ده. using the forecast and the demanded data for the past 6 quarter. عندك ال 6 quarter ده الاكشوال بتاعك وده الفوركاست بتاع الست اشهر ست فترات اللي فات. فمن هنا بقول احسب لي بقى ايه ديفولب تراكنج. اعمل لي بقى ديفولب للتراكنج سيجنال بتاعك. التراكنج سيجنال عشان نجيبه محتاج الرننج اللي هو الار الرننج محتاجين الرننج الار اس اف اي. ده بيقول انا عايز كومولاتيف للايرور يبقى انا عايز احسب الايرور. عايز عمود للايرور وعايز عمود للكومولاتيف. وبيقول لي كمان انت عايز تحسب الام اي دي انا عايز احسب عايز اعمل عمود الابسوليوت ايرور واعمل كمان عمود للكوموليتف. تمام يبقى انا عندي عملت كام اربع اعمده عشان ايه وعمود بقى الاخير بتاع التراك. نشوف كده مع بعض الايه الفكره ماشيه ازاي. انا دلوقتي الداتا اللي عندي هي دي الداتا الحقيقيه اللي هو مدهان اللي يحسب لي بقى التراك. عملت عمود للايرور فدلوقتي 90 ناقص 100 اداني 10 ناقص 10 نيجاتيف 10. 95 نيجاتيف ناقص 100 يديني نيجاتيف 5. 115 ناقص 100 بلس 15 وهكذا. يبقى انا عملت الايرور. عايز اعمل الكيوموليتيف ايرور يبقى ال 10 طبعا هي نفس ناقص 10 يديني فتره البدايه. طيب الكيوموليتيف يبقى ناقص 10 زائد ناقص 5 هيساوي نيجاتيف 15. نيجاتيف 15 بلس 15 هيديني 0. 0 بلس نيجاتيف 10 يديني نيجاتيف 10. نيجاتيف 10 بلس 15 يديني 5 وهكذا. يبقى احنا كده ايه ده الكوموليتيف للايرور في الايه في العمود ده. هنا الابسوليوت فوركاست ايرور يعني هاخد دوت واعمل له ابسوليوت يعني اضيع اشاره. فعملت كده في 10 في 5 في 15 وهكذا ضيعت الاشارات. عايز اعمل كوموليتيف لده زي ما عملت كوموليتيف لده. هعمل كوموليتيف لده يبقى ده 10 15 10 و5 15 15 و15 30 30 و10 40 40 و15 55 وهكذا. عايز احسب الـ MAD. الام اي دي هيساوي الابسوليوت سميشن الكوموليتيف ابسوليوت دوت على الان. الان اللي هي دي انا 1 كوارتر يبقى 10 على 1 يبقى ده 10. الام اي دي يبقى 15 على 2 لان ده كوموليتيف. 15 على 2 هيديني 7.5. 30 على 3 هيديني 10. 40 على 4 هيديني 10. 55 على 5 اداني 11 وهكذا. طبعا نروح بقى يبقى انا كده جاهز احسب التراكنج سيجنال بتاعي. التراكنج سيجنال هيبقى الكوموليتيف ايرور على الام اي يبقى ده هيديني ناقص 1. طبعا خد بالك هنا بقول لك بلس او ماينس 4 ام اي دي.
طبعا خد بالك يعني ايه، ما انا بقسم على الام اي دي، يعني هو كده دلوقتي بقى ايه، بجيب الرقم اللي هو قدام، يبقى دلوقتي 4 اهي، انا الماكسيمم بتاع 4 والمينيمم بتاعي ناقص 4، لان انا بقسم على الام اي دي فعلا، لان انا لو قسمت ده على الام اي دي يبقى هتبطل بلس او ماينس 4، يبقى انا كده بقسم على الام اي دي، يبقى انا كده ناقص 1 ام اي دي. يبقى انا كده وزن ايه الاكسبتابل رينج، هنا بقسم نيجاتيف 15 على 7 ونص، اداك نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 لسه انا وزن الايه الاكسبتابل رينج، وهنا 0 على 10 اللي هي دي هيديني الصفر، وهكذا كملت الايه بتاع. لما تلاحظ هنا انت الماكسيمم بتاعك كام؟ بلس 2.5 والمينيمم بتاعك نيجاتيف 2 بالنسبه للداتا دي، يبقى انت كلهم وزن ايه الاكسبتابل رينج بتاع اللي هو بلس او ماينس ايه 4. The variation of the tracking signal between negative 2 and plus 2.5 is within acceptable A level. فاهم يا شباب؟ في أي أسئلة؟ شباب؟ دكتور شكرا. دكتور.